اكو واحد يلا. شيخ ايه. من الشيوخ قبل قبل كانت الشيوخ قطاعية ايه. قبل هذا الشيخ القطاعي وجدوه وين يملك الديرة ويملك خيرها مو بس الديرة ايه. يعني انا اقول لك شلون اذا انت مثلا من المحصول اخذت فد شيء بسيط وانت مطيل الخير كله قبل يعني عقوباتهم كانت شديده شويه تصور يعاقبه يحب سبب صار يعاقبه يخليه يدوس الشوك هذا الشوك اللي هسه من يخمن هالشيء شوك العقول يعني ظلم يعني ظلم يعني يقول لك قبل كان الشيخ يبطح الزلمه بالشراز بسطه يضربه الشراز ترى ما يعرفون ايش الشراز هذا قبل يقول لك يتحزمون بيه يعني ف يوم من الايام الشيخ ابو محاسن عنده هو اثنين ولد وبنيه الولد اصبح امه بس هو شنو بنت كبيره محاسن شيخ. محاسن بنت الشيخ ومحاسن حلوه ومحاسن مرتبه محاسن يعني تصور قبل شيخ تقول يسميها هي كانت شنو بنت الشيخ والناس المحتاجه يجون وين المحاسن الفقير تعطيه المعدلة اللي يريد يتزوج اللي يريد هذا يروح المحاسن يودي أمه يودي أخته ومحاسن ما مقصرة يعني قبل كانت الناس ما عندها زمن القطاعية ايه. الخير كله للمن للشيوخ للملاك ايه. عرفت ف ذاك اليوم أبو محاسن جاب له قهوتشي القهوتشي ولد يصيحون له أبو جاسم محمد عنده ست بنات ست خوات يعني خوات بنات وياه بالبيت هو بعد ما مزق وامه ابو جاسم سبع بس ابو جاسم ما لقى له شغله الدنيا ما جت وياه صحيح اي اشتغل قهوتش سبحان الله اشتغل قهوتش عند هذا الشيخ بس ابو جاسم حلو وحكه اي وشكله مرتب ف سبحان الله تعرف قبل يقول لك القهوتش بات بالمضيف هذا كل اسبوعين هيجي يروح لها ياخذ لهم المصرف وياخذ لهم هديه الشيخ ومحاسن سمعت بابو جاسم سبع وابو جاسم عنده خوات وداير باله عليهن وهي بصوره عامه سعد الناس زين هذا شلون اللي هو عنده ست خوات امه عافيه احسن فسوت قامت تطيل قل له هاي مثلا كسوه للبنات هاي عطورات هاي مدري شنو قبل يجيبون هذا المسج والخضيره وش اسمه هذا العطر مال العرب فهو بين فتره وفتره ياخذ صوغه ويروح لخواته شافتها سبع يعني هو صحيح حلو ومرتب بس ما مخلي على نفسه يعني ما محلي على نفسه بس الخواته يعني داير باله على خواته تعرف هاي النساء يريدن هيك رجل يحب خواته يدير باله عليه ابو مسؤوليه يعني بس يشوفوا خواته لا سوينا بالنسبه له الشباب هالوقت تختلف من قبل وحتى نسوان هالوقت ما يحبن الشخص اللي ايه ابو مسؤوليه يحبن على شكله يجوز هذا هي نظره خاطئه عموما فذاك يوم محاسن تحركت مشاعرها على ابو جاسم على محمد هي بنت الشيخ وهذا قهوتشي صعبة اي صعبة على ابوها وصعبة عليها هي شلون توصل الفكرة باعتبار قهوتشي عندهم عموما فتحركت مشاعرها تجاهها بادلها بالشعور هو حبها وحبتها بالضبط اشتغلهم ذاك الرجال بادلها بالشعور شوية صارت بيناتهم علاقة بس هالحج وين ما يدري الشيخ وين الشيخ هو الزلمة اللي اسمه يبطح بالشراز يا عفية برجع على الشراز هنو بتريد ترجع على شو اسمه على القهوتشي ما يخليه فيه من الوجود وقبل الاقطاعي ظالم حتى لو مو ظالم هو عنده نفوذ يقدر كل شيء يسوي عموما السالفة ف قاموا يقعدوا محمد يقرأ شعر محمد متكلم فهي صارت قامت تستلب له شوية صارت علاقة حب بيناتهم
صارت علاقة الحب بعد شو يسوون؟ القلب وما يهوى ما يقدر لا ينساها ولا هي تنساها. ثم أقول جت الغمة بعد. أحسن. ذاك اليوم ظلوا قاعدين أخذهم الوقت. هو الشيخ دائما يقعد من وقت يقعد ويا الصلاة يصلي وهذه ويرجع ينام. إنه بيقعد الصبح يسمونه قهوة الضحى. يدق بهذا الهاون يعني طررن طررن تيجي العالم العرب تلتم تشرب فنجان الضحى يسمونه وسالفة من نام من نام. محمد عنده صاحب صاحب ابن شيخ الشيخ يعني شيخ ثاني صار كال عند هذا الشيخ هيج صاحبه بنروح وحده يعني يحب محمد على سوالفه على شعره على هاي ليش ما قلت لك تأخروا شوية هو ومحاسن يسولفون وهذا ويقرأ لها شعور ونسوا الدنيا كلها ما يحسون انطر الفجر هم قاعدين بالديوان هم قاعدين قاعدين وين هم يقعدون يم الدلال يم الموقد ويسولفون وهي حلوة وبنت الشيخ واحد نسى روحه محمد ظلوا ظلوا قال لها قومي بعد اخذنا الوقت وخاف يجي الشيخ وانا شقل له زحمه منه وبنفس الوقت ما يرحم يعافي قالت لي والله ابو جاسم قوم هي قامت رادت تطلع باب المضيف لان ابوها اجى يتحنحن توضى وجاي يريد يصلي علاش شو تسوي محمد دائما ينام يم الموقد ويتغطى بش اسمه بيزار ايه ازار مثل البطانية احسن يتغطى بالازار فهي رجعت عليه طائرة قالت لابوي وابوي بعد ما شي يسوي حطها حطها بالازار تلفلفها وهو وياها نامه وسوى بالازار النوب السالفة كبرت هذا الشيخ ده طاب ولقاهم نايمين سوى صير بعد اصعب غير شغلة وقبل مو مثل هسه شوية يجوز بيها مجال فحص وسوال لا قبل يتهموا مكانهم اي عافي شيخ يخاف على سمعته وهالسوال طب الشيخ صلى كمل صلاته راد يقوم وطبت عليه العرب السلام عليكم يا الضيف غير عم عدالك لا اله الا الله انت بعده صرت بزنين اي والله شي يسوي بهالحالة قالوا له عندنا طلابه يا محفوظ والطلابة ما تتأجل وإحنا جيناك ندري بيك تصلي الصبح تقعد ويا الصلاة أو جيناك الفجر طلابة مهمة قالهم سولفوا قعدت الناس طلبوا قهوة قالهم والله أبو جاسم اليوم يمكن مريض شو نايم ما قعد ندهو أبو جاسم محمد اقعد ما حكي محمد بس يون شو القضية محمد آخر شي لحوا علي قالهم تتن يحرق بدلال سعالي اكو علة عده قالوا حوفة محمد اليوم موجود كلش تعرف سؤالفه ومدري شنو الشياب كل ساعة وقالوا محمد سؤالفك حلوة احنا نسمع منك شعر نسمع هذه قالهم تتن يحرق بدلال سعالي ان شاء الله قالوا محمد عنده شي بيشي مريض محمد مريض محمد وضع صعوب صاحب ابن السركال قاعد وياهم قبل الناس حسجه تفتهم الاشاره اي صاحبه الاشاره ابلغ من التصريح عفيه فصاحبه افتهم بانه محمد وضع صعب راح من رخصتكم قام صاحب هم ظلوا يسولفون صار الصبح صار الحكي ضحى والشيخ ربك قاعد ما راح فقد بنته راح ابن السركال صاحب محمد راح للبيته راح لمعزبته قال هم فلان قول قال انا راح اروح ارجع للديوان انت تحرقين الصيرة قبل يحطون هذا اللي يلمون الزور والش اسمه يسوونه حوش مثل سلة الحلال
حول البيت للحيوانات الحلال. قال انت تشعلين التنور ومن تشوفيني اطب للديوان حرق الصيره وفزعينه صيحه حيهم حيهم هسه احنا نفزع. قالت له صار هذا جاي قاعد يمهم وما يحسون لان الصياح حيهم حيهم احترقنا هاي الاولاد ها حيهم حيهم. فزعت العرب فزعت الناس كلها وفزع حتى الشيخ الديوان فرح الخالي. راحت قامت محاسن طبت على البيت ظل محمد مدثر بالإزار. المهم طفوا الصيرة وعلى حسب الأصول وهاي قعدوا. من قعدوا قالوا له أبو جاسم شنه اليوم الدنيا احترقت الناس راحت ناس جت انت شنو شنو سالفتك ومن ساعة قلت خوش بيت وإحنا متعلمين نسمع منك كلام حلو شنو هذا البيت الشعري تكمله؟ لا قالهم اي والله كمله. قالهم تتني حرق بدلال سعى لغريب وما حد من أهلي هو من غير ديرة طبعا ها. تتني حرق بدلال سعى لغريب وما حد من أهلي سعى لصديق كنت ودنه سعى لحرق بيته لجل يستر عليه حرق بيته لجل يستر عليه ستر علي. المهم راحت ايام جت ايام يسلم فوكة ايه الله يحفظك. فطلبها ما اعطوها له اخذها ابن شيخ كاظم يومهم هم الطاعي وظل محمد يصيح وين على سعى اجل بنك يا ليل 12 تجليبه طلع هذا وزن التجليبه مال البيت هسه الشعر الشعر مال التجليبه اجل بنك يا ليل وساكن بغابه سالفه صرت شاتو علي مفتره لذيابه يا اللي اصد له مكشر نيابه ويريد ينبت بجسم مخاليبه اجل بنك يا ليل 12 تجليبه الله يحفظك. فصار هذا صار هسه مثل تجليبه اي الله ما شاء الله طبعا استاذنا الله يعزك الله يحفظك الله يسلمك والله يعني ابو عباس انت ورد كبره الله يعزك الله يسلمك هاي يطلعونها مال اجل بنك لا ماي ماي لا هي هاي شنو يلا يلا تحياتنا في مال الله نشوفكم غير وقف وقف عاد ابو احمد يشعر بالبركه ابو زهره الله يعزك ابو احمد وينك بالبركه